طبعا بيرستاو كان بعيد قوي لانه هو حس لعيب سوبر تاني. وانا كنت مستني، ما انا جاي لك اهو عشان فرصه دي ادي حقها بقى. كابتن عبد الجليل اول بيرسي اول ماتش لعبه كابتن امير بيرسي تو في الاهلي قال لي ده لعيب مش جامد، قلت له لعيب عادي لعيب سوبر، قال لي لا مش سوبر لعيب عادي، قلت له لا بس ده جايبه من انجلترا وكان مكسر الدنيا بربع، قال لي انا بقول لك لعيب عادي، فبس حبيت اديله الحق. ربنا يخليك يا كابتن، مش عشان حاجه، مش عشان بيرسي تو وحش، لا بس هو زي ما انت قلت هو لعيب جيد بالظبط يعني عادي، مش سوبر، مش هو اللي هيشيل النادي الاهلي، مش هو اللي يشيل. وانا كنت مستنيه امبارح يكدبني، انا مش هلاقي ماتش احسن من الزمالك زي مع الوداد مثلا. لقيت ان بتوع الوداد بيديله كتف بيطيروه. امبارح ماتش الزمالك اللي هو المفروض ان هو يشيلنا فيه، لا بعيد، الكره بتطول منه بتتكعبل في رجله. لعيبه الزمالك امبارح على الشباب لازم تاخد، ودي انا مبسوط. انت عارف ان اوباما كان بره ما لعبش.